النهار صونات عليه واحد المرابيه، صونات عليه واحد السيده قلت لها الو شكون؟ قلت لي انا فلانة، اشنو وقع لي اشنو وقع لي بغيت شي فقي نروق عليه شي مشاكل كيفاش 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 الراجل ديالي راه تزوج، المهم تزوج مره اخرى وسمح فيا وهادي، المهم انا بغيت له الدمار يعني بغيت له هو لا ديك المراه ما يعني ماشي يرجع ليها هي، هي بغات ليه الدمار يعني يتدمر. محمد عفوا كلشي بالك على قلبي وبارطاجي، قال لي تيتفرجوا اللي تعرفوه كلشي طاقي شي واحد في لي كومونتير، كلشي طاقي شي واحد يبارطاجي، كل واحد يطاق اللي شفتو فايق طاقيو. داكشي باش قال لي الا قطعت راه ماشي انا، راه هما اللي تيقطعوا، راه مازال دوز قصه اخرى. اخوان كلشي بالك على جيم 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 وبارطاجي جيم وبارطاجي جيم جيم كلشي كلشي. اي 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 يلا يا خوان كلشي جيم وبارطاجي. الو الو تسمعك اخويا محمد. كمل لينا اخويا محمد. اخويا بدر، اخويا بدر كتصوني عليا باللي الراجل ديالي كيفاش 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 كيفاش. قلت لها صافي واخا، شكون عطاك النمره؟ كتقول لي راه النمره اي واحد السيد اللي عطاني النمره كيفاش. المهم انا ما دخلتلهاش في التفاصيل اكثر، يعني قلت لها شنو هو المشكل ديالك شنو. قلت لها نتلاقاو انا وياك ونطلب منك شي حوايج غتجيبيهم لي. قالت لي مرحبا. فين انا وديك السيده فين ساكنه انت؟ هي بعيده على البلاصه اللي انا ساكن فيها. قلت لها ماشي مشكل انا نجي في نفس المدينه. ماشي في نفس المدينه. قلت لها ماشي مشكل انا نجي لعندك، وانا راه يعني بغيت نمشي عندها باش نطلب منها شي حوايج تجيبهم هي يا الراجله، يعني الا جات عندي للمدينه ديالي ولا الا قلت لها في التليفون شنو غتجيب كنخاف تنسى شي حاجه يعني وما نخدم لهاش. مشيت عندها تلاقيتها. المهم هي ما شنو نقول لك، هي يعني كتشوف واحد الانسان باقي جون يعني ما متيقاش تحاولها واش انا تكذب عليها واش انا يعني غناكل على فرزقه. قالت لي اخويا بدر، قالت لي شوف ما غنعطيك حتى ريال، ولكن الا قدرتي انك دير هادشي اللي غنقول لك في راجلي غنعطيك 10000 درهم. عرفتي ديك 10000 درهم انك تسمع 10000 درهم وانت يلاه بنتي، المهم كيما قلت لك 1000 درهم 10000 درهم او هادشي راه غادي وكيتزع خصني. قلت لها مرحبا. قلت لها شنو بغيتي؟ قالت لي الراجل ديالي بغيت لي حاجه وحده هي الدمار، يعني يدمر يعيش غير في المشاكل. قلت لها ويلا انا يعني رجعت لك راجلك خلي هادشي ديال الدمار هادشي، الا زعما جعلته انه يكرهها ويولي لعندك. قالت لي الا درتي هادشي وجع ورجع وتطلق هذيك، يعني حيت هو تزوج مره اخرى ومشى سمح في هذيك. قالت لي الا رجع انا نعطيك 10000 درهم. قلت لها ماشي مشكل مرحبا، ما طلبش لها شي حاجه سهله. قلت لها تجيبي لي حوايج اللي تيلبس هو يعني الداخل ويكونوا موسخين، ما يكونوش نقي، ما يكونوش مغسولين، موسخين ديالو هو. شاشه خويا بدر جابت لي حوايج اللي تيلبس هو الداخل، جبتهم خديت الامور ديالي باش خدام وبطلت الطار جلست بالليل تنبدا الخدمه ديالي. ساليت الخدمه ديالي كنصوني عليها في الصباح، قلت لها وجدي لي 10000 درهم الا طول راجلك يومين غادي يدق عليك الباب ويدخل. ما قطعتش على لابيل اخويا بدر، حتى ولات صونات عليا وقالت لي راجلي هو راه معايا انا في الدار. حيت قلت لها ملي يدخل قبل ما يدخل انا غادي نوريك شنو غديري، يعني ماشي غيدخل صافي هكا. قلت لها نوريك شي حوايج غديريهم اللي يدخل، يعني غيدخل الدار صوني عليا باش نوريك انا الحوايج اللي غديري مورا ما غيدخل. قالت لي صافي واخا. يلا قطعت الفيلم جلست جوج دقائق تصوناش عليا قالت لي هو دخل. قلت لها وجدي لي الامانه ديالي انا واحد شويه غادي نجي عندك، يعني ما عطلتهاش نجلس نقول لها صافي تصيفطيها لي ولا. قلت لها غنجي عندك يعني خصني نمشي
باش نعطيه حوايج اخرين عاود ديرهم في الدار باش ما يتحركش. يعني كتحط ليه القدام شي يولي يلعبوا ليه على الدماغ ديالو. يعني ما غينساهاش نهائيا. يعني يولي هو تبان له غير هي. عطيتها شي حوايج, مشيت عند اخويا بدر وصلت عطات لي الامانه ديالي. يعني كاش ماشي حيت انا قلت لها غير رجع, ولكن الا ما الا الا ما عطيتينيش يعني الامانه ديالي راه نقدر نمشي ماشي غير ندير لك شي حاجه اللي غدمرك ولا قلت لها غنحمقك وشي حاجه سهله عندي. المهم انا شال لعب داك الشيء ماشي عندي ساهل. مشيت عندها جابت لي الامانه ديالي صنعتيها. المهم شي حوايج ديرهم هي. قلت لها شنو غديري قبل ما يمارس معاك اللي لي جينا معاك, شنو غديري شنو غديري شنو غديري شنو غدير. درت له ما درت له ما غيقيس حتى شي وحده من غير هي. يعني الذكر ديالو ما غينوض حتى شي وحده من غير هي. لصقتو ليها هي يعني غيبقى ينوض ليها هي. يجي يبغي ينعس معها راه ينعس, يبغي ينعس مع شي وحده اخرى ما يقدر يقرب ليها. المهم يعيش مع الرومانسي ولكن باش يقيس راه ما يقيس ما غينوضش كاع نهائيا. يعني ما بلا ما نقولوا المهم عطيت هذوك الحوايج كاملين دارتهم. طات لي الامانه ديالي جيت بحالاتي راني خدام. يعني ميسر بقيت خدام على ديك غادي في ديك الطريقه خويا بدر. وصلت في الكونت 4 المليون 4 المليون تما فين انايا غادي. يعني غادي نبغي نتزوج وغادي نبغي يعني ندير طوموبيل وندير هادشي ما غايبغيوش. تما فين انايا غادي يعني غنبدا في المشاكل عاود. يعني انا عطيتك شويه من داكشي اللي خدمتيه في الاول. خلي عليا بزاف يعني عيالات الدراري هكا القبول خاتم حجاب اي وحده يتلاقاها ما تقول ليش لا. واكثر هي البنات البنات اللي تتلبس هكا وتتلبس شي حاجه هكا مزيره وتبان هكا زوينه راه شي اكثر هي ديال الشباب خدامينها بالقبول. تيديرها قبول هكا منفقي يقدر يجي عندك يقيسك يقول لك سمحي لي اختي يمشي يضرب دوره يجي عندك يوقف عليك يقول لك النمره ما تقدريش تقولي ليه لا حيت يكون داير يعني خدم الراسو. يعني داير راسو قبول راه واخا يجي يطلب منك اي حاجه ما تقوليش ليه لا نهائيا. واكثر ديال البنات اللي ما تيصليوش وهذوك اللي تيلبسوا داك اللباس راه ما كيصليوش راه اكثر ديالهم ما كيتوضاوش كاع ما عرفوش الشروط ديال الوضوء. يعني كيجي سهله الخدمه هذه كتكون سهله الخدمه الشباب وصحاب الطوموبيلات خدمت يعني طوموبيل كتكون ما فيها ما يتشاف كدير له حجاب هكا في كوسان الشاري الاول غير كيدخل الطوموبيل كيتكع على الكوسان كتلصقوا ديك الطوموبيل ما كيتفاكش من غير الا كان يعني متقي له موضي. ما كانش موضي ومتقي له راه دغيا تيلصق. يعني اللي صعيب في الخدمه هو اللي تيصلي وتيكون محصن. هذاك راه كتصيفط له خدام باش يخدموا وتيرجعوا تيقولوا لك راه تنسمعوا الخطوات ديالو تنسمعوا الصوت ديالو ما كنشوفوش. يعني الجن ما تنشوفوش كاع نهائيا. صحابك هاوي المهم شوف في المغرب كامل الناس هادشي. يعني ما خدمت بزاف صحاب القهوي المحلات كلشي كيدير السحر خدامينها بالسحر. ما كاينش يقول لك شي واحد انا خدام بلا سحر يعني زاهية عنده القضية. ما كاينش كلشي خدام بالسحر. صحاب القهاوي المحلات صحاب الطوموبيلات الشباب بنات اكثر يا الشباب دابا ولاو تيسحروا للبنات. يعني شي حاجة اللي يعني في شكل عندك دري ما كتبغيش بنت تزوج به ولا كتزوج شي واحد اخر تيجي تيدير لها سحر الدمار راه تيدمر فيها ما كتزوجش كاع ولا كتحماق ولا كتنصاحر. المهم سحر الدمار كاينين بزاف منهم بزاف. المهم اخويا بدر بقيت على ديك الحال خدام وصلت ل 4 المليون في الكونت. هادو فلوس جمعتهم غير من هادشي 4 المليون تما فين غادي يعني النهار الاول اللي كتعطي فيه داك العادي انك كيطلبوا منك انك ما تزوجش وما تبي. يعني فلوس ما غتحكمش فيهم كيتحكموا فيهم هما. تبغي دير شي حاجه خصك تطلب منهم شنو غندير تيعطيوك هما تيسلموا لك انك دير ديك الحاجه. يعني هما راه ما يسلمولكش انك تولي لاباس عليك وعايش العيشه ديال الرفاهيه راه ما يعني ما تعيشهاش واخا يكون الكونت ديالك امر فيه اكثر من مليار. يعني هادشي اللي تنقول لك انا في المده ديال عام 4 المليون راه يعني وابار داكشي اللي تنخسر على راسي. المهم تما فين انا غادي نبغي نتزوج ودير انا ضريح وندير هادي ما بغاوش.
ما تيبغيوش. وانا في الاول يعني قبلت دوك الشروط. علاش قبلت انا دوك الشروط؟ يعني كيفاش انت غتجي وغتزوج واحد؟ يعني انا ما كانش عندي الحلم انني نتزوج مغربيه كاع، كنت كنفكر انني نمشي لبرا بزاف د الحوايج. وانت كتمارس الجنس مع جنيات الزين راه في شكل، يعني ما كانش عندي حتى نقول راه عمر ما تبدل ليا العقل ديالي. يعني نبقى هكا بقيش معاهم هكاك، المهم كيطلبوا منك شروط، يطلبوا منك بزاف د الحوايج تديرهم باش انهم يعطيوك يسلموا لك انك تزوج. وهذه وحاجه وحده اللي يطلبوا مني هي انك الا تزاد عندك ولد ولا بنت غيملكوه هما، هو اللي غيولي الوريد ديالك. يعني داكشي اللي غتخليه كامل غيولي هو اللي شادو، يعني هو اللي غيشدك داكشي هادشي اللي كدير فيه انت دابا هو اللي غيولي بلاصتك. يعني ملي تموت انت اللي تبقاو في بلاصتك هو اللي غيشد هادشي هذا كامل. يعني الفلوس غيبقاو ليه هو، حيت حتى هو غيولي سحار بحالك. يعني انا يا داكشي ما خدام ليش، لانك ولادك تعطيهم تعطيهم الجن يملكهم راه في شكل. ما قدرتش واحد النهار صافي مرت في عقليش، يعني دمرت عايشة نبكي بوحدي، شي نبكي بوحدي واخا انا ها فلوس ها اي حاجة بغيت نخدمها لراسي نخدمها قبول ندير اي حاجة. يعني بزاف الحوايج درتهم ما بغيتش نقول شي حوايج، عيالة الرجالة المهم شي حوايج ما بغيتش لا لا غيعاودوهم الا كانوا يستافدوا منهم الناس اللي كانوا ما فيهم ما يتقال اخويا بدر، ما فيهم ما يتقال عيالات بزاف اللي كتجي عندك تحار لراجلها ولا تيقول لك هما خصك يعني تمارس معاها، وماشي من القدام يعني تيطلبوا منك تمارس معاها يعني من الحاجه اللي حرم الله، وماشي يطلبوا منك حاجه اللي حرم الله. وهي امها مزوجات يعني اللي ما مزوجاش ملي كتجي عندك هكا يعني باقا بنش تخدم لها، يعني جات عندك على قبل انها تخدم لها يبغيها شي واحد ولا تزوج بشي واحد تخدمها بالدم ديالها هي، يعني دم الحيض. المهم اخويا بدر خدمت هادشي كامل، المهم شي نقول لك دابا نعطيك شويه من بزاف. المهم خدمت هادشي كامل وصلت لواحد الوقت اللي كنقول لك انا شايف كان بوحدي شي صافي دمرت، ما بغيتش انا هذيك طريق كاع صافي وليت كرهتها. هي النهار اللي غنبغي ندخل يعني نقول لي نقرب من الله تيهددوا فيا مباشره عشان خرجوا عندي بالليل، وكانت مرات خويا حامله وما يعني وليت تنصلي يعني تقلب دغيا تقلبت هنايا وليت يعني شادين صافي نهائيا صافي بعات على داك الشيء. صليت خرجوا عندي الليله الاولى وتيهددوك بالعائله ديالك وتيهددوك انك ما عمرك ما غتعيش مرتاح وما عمرك ما غتزوج وغيديروك غيفعلوك، وحتى الجن تيدير لك السحر، الجن تيسحرك تيسحرك انت باش ما تدخلش كاع الاسلام. المهم واخا هكاك تحديشهم المهم بديت نصلي هادشي غير مع راسي صافي دمرت، عرفت راسي انا غير تندير العباد الله شحال من واحد تنشوفو هكا تنخدم وما مرتاحش، يعني كتخدم الواحد انك تلصق الوحده هو ما باغيهاش وغتلصقو هكا حيت دارت له السحر، يعني كيتزوج بها بلا خاطر وتنشوف يعني شي يعطيش كي شويه ما كاينين بزاف منهم عادات. المهم صافي انايا قلت شي نهار غنموت غنمشي ديريكت لجهنم، يعني عارف انا يعني مرونه مع الله، يعني عارف راسي غندخل انا اسفل السبيل صافي عيش ديك الله غيلحق ديريكت النار، حيت ما داير حتى شي حاجه انا اللي شنو نقول لي يا ربي دخلني الجنه وانا ما دايرش فيها شي حاجه اللي زوينه في الدنيا، انا ما مدوش الدنيا ديالي زوينه هكا بحال الشباب ولا شي حاجه، يعني راك عارف السحر راك صافي كافي دخل الجنه خصني نشوف. دخلت النهار اللي غندخل توبة أنني نبدأ خرج عندي وبدأ شيء توفيه الليلة الأولى الثانية، وأنا ديم يعني عرفت الطريقة اللي غندير باش أنهم يقربوش لي، حيش أنا ملي كنت كنخدم هالشي تنشوف غير نقاط الضعف ديالهم الضعف ديالهم، واكتشفت بأن الشيطان يعني باش توصل الشيطان يخرج عندك، حيت قلت لي قبيلة الشيطان كسر كاع الشيطان ما كسر كاعش الشيطان كسر كاع الجن الشيطان
اما الشيطان راه يكذب عليك الكاذب ولا شي سحار كيما بغى يكون ويتحدانا جميع السحاره ديال العالم كامل. الشيطان راه ما شافو حتى شي واحد ما شافو ما غايشوفوش ليه نهائيا. هو متكبر راه ما غايجيش لعندك انت ويعطي معاك عهد ولا يخدم معاك، راه ما غاديش يخدم معاك وانت ما كتملكش الجن، لا الجن اللي تيملكك ما داكش اللي تدير دوك الحوايج اللي تيقول لك هو اللي تيملك يعني، وتيسحب انت راك انت اللي مالكو وكتخدم لخوتك المسلمين. يعني الشيطان هو تيسيف طيف الجنود ديالو والدريه ديالو راه حتى هما متكبرين، وغير الجين اللي تيكون هكا درجات يعني العفاريت راه كيتكبر. الا كان شيطان عفريت جن شيطان عفريت من الكبار من العفريت راه ما كي يعني متكبرين بزاف، راه ما غايجيش لعندك انت هو يخدم معاك ولا يقول لك شي واحد انا راه تنخدم بالشياطين وتنخدم ملوك الكبار، راه ما تيخدمش بهم، تيخدمها بدوك الصغار بالخدام بالخدام الصغار يعني هذوك الشياطين الصغار. اما الكبار راه ما غاديش يكون عندك يعني خصك توصل لواحد النسبه في واحد الهرم ديال حيت كاين واحد الهرم كتوصل بالدرجات، يعني باش توصل غير الوسط خصك بزاف يعني خصك تكفر لواحد الدرجه اللي كبيره بزاف، يعني يقدر يطلب منك تمارس مع الام ديالك ولا اختك ولا شي واحد يعني باش انت غادي في الكفر. هما كيطلعوا درجات باش يوليو عندك الخدام بزاف. انا راه ما وصلتش لهذا الشيء وكانت عندي 150 خادم من الخدام ديال الجن، خمسه ديال الملوك وكل ملك تحت منه 100 خادم وملك الاخر 100 خادم وعاود ديك 100 خادم كتلقى تحت منهم 100 خادم، هادشي 150 خادم يعني فيهم الملوك وفيهم عفاريت ولكن الكبار فهادو خمسه الكبار فهادو كاملين خمسه. حيت يقولوا عندك بزاف ديال الجنود الخدام كل واحد والمهمه ديالو، هذا ديال التفريق هذا ديال السحر الاسود هذا ديال المهم كل واحد الخدمة ديالو كل واحد شنو تيخدم، هذا ديال الدمار هذا ديال كون بغيت تخدم شي حاجه راه. المهم اخويا بدر بداو تيهدوا فيا، رجع لك نكمل لك القصه. التهديد كانت مرات خويا حامله، اول حاجه غادي يهددوني بها وغتوقع هي خرجوا عندي وقالوا لي شوف الا ما رجعتيش للخدمه ديالك ورجعتي يعني ما خنتيش العهد اللي عطيتينا راك غتكون بخير، خنتي العهد وما بغيتيش ترجع راه يعني الولد ولا ديك البنت اللي حامله به بلا ما نسمي راه ما غاديش يتزاد. وهذا الشيء غنعطيوك هذا الشيء غير شويه من بزاف، وانا ما بغيتش اخويا بدر يعني بقيت معاهم هكاك تيخرجوا غير تيخرجوا عندي هكا تنبدا نقرا في القران، يعني عارف الايات اللي تنفرقعهم بدوك الايات، عارف الايات اللي كتاثر في الجن يعني غير تنبدا فيها ما تيبقاوش قدامي صافي تيمشيو. النهار اللي غتزاد بنيه المهم دينا السبيطار عيطوا لي قالوا لي شنو راه هبطوها السبيطار المهم بلا ما نسمي المدينه حيت دينا السبيطار والله اللي ساكن فيها ما فيهاش شي سبيطار هكا يعني زوين زعما عمل دير عمليه ولا لا، المهم فيها غير فرمليات هكا عادي ما فيهش الاطباء. دينا السبيطار الكبير زادت البنت اخويا بدر يعني البنت كانت كتحرك هكا في كرش ما كتحرك قبل ما تزاد يعني بعشرة دقائق كتحرك مورا ما تزاد زرقاء بنت زرقاء بنت بحال لاش شي واحد لداخل في الكرش ديال الموش يعطيها في العصا يعني حياة كاملة زرقاء بحال لا طلع صا نقاش. المهم الاطباء راك عارف الهضره ديال الاطباء تيقول لك راه البنت تخنقات تعطلت وكذا وهادي، المهم ماشي مشكل طلعت انا عارف يعني منين جيت للدار نعس باللي تيجيو عندي وشي يقول لي هادشي راه غير هادشي اللي وقع راه غير شويه من بزاف، باقي جايه شي حاجه كثار من هادشي، الا ما بغيتيش يعني ترجع راه باقي جايه شي حاجه كثار من هادشي. انا هو بقيت يعني قلت لهم انا ما تنخافش يعني انا تنهضر معاهم هكا مباشره، قلت لهم انا ما تنخافش من الجن وما تنخاف من حتى شي حاجه يعني هادوك عارفهم انا غير الخدام يعني وتا من الملوك الكبار يعني راه عارف تكون محصن وتكون موضي ومحصن وكتصلي راه ما غادي يقرب لك حتى شي واحد من الجن ما يقرب لكش نهائيا. ما بقيتش انا في ديك يعني
في الصلاة العبادة وتنقرأ القرآن بالليل. المهم تنكون ديما على وضوء وليش مزيان المدة ديال سيمانة ما تيخرجوا ما والو. عفاكم كلشي بالك على قليب وبارطاجي. ايوا حتى تفرج قليب وبارطاجي. الله يجازيكم بالخير. يلا كلشي بارطاجي كاع. شوف كل واحد يبارطاجي في 10 ديال الجروب. كلشي بارطاجي. محمد الو تسمعك اخويا؟ وي تقطع اخويا بدر. كمل لي اخويا. اخويا بدر المهم بديت نصلي كملت هكا المده ديال سيمانه قلت الحمد لله بعد هذا الشيء راه غادي مزيان راه ما خرج عندي ما والو وليش مدمر يعني مدمر لواحد الدرجه اللي كبيره بزاف يعني ما عايش مرتاح يعني واخا تنصلي وش الطريق الله يعني وما في تيدير بحال تما السحور بحال المهم تيدمروك هما راك عارف المهم ما لا خدمه لا حتى شي حاجه ما كتبقى غير مدمريش اي كتفكر هما تيمرضوك في حياتك ما كيخليوكش تعيش مرتاح. كملت ديك السيمانه قلت الحمد لله صافي راه بخير وكذا وهذه راه صافي راه انايا راه ما يبقاوش يخرجوا عندي صافي راه قهرتهم. مورا ديك السيمانه تيخرجوا عندي شي يقولوا لي ولد اختك هو جاي في الطريق حتى هو راه جاي نوبته وايلي تنقول وايلي هادو راه يعني اختي عندها ولد واحد اختي عندها ولد واحد يعني ما بغيتهاش تأذى المهم بديت تنفكر في ديك الهضره اللي قالوا ليهم نيش نفكر راه اختي عندها ولد واحد ولا كنش انا السبب يعني راه قدر انا ندير شي حاجه في راسي باش انا نخليهم يعيشوا مرتاحين حيت انا اللي السبب لهذا الشيء كامل اللي وقع. المهم في الصباح فقت كتصوني عليا اختي كتقول لي راه الولد رافق في الصباح وعواش لواحد العين ديالو عواش ما فقتش يشوف نيشان ولا حول. مدته السبيطار تيقولها الاطباء خصو يدير سكانير خصو يدير هادي خصو يدير هادي خصو يدير هادي تيخرجوا عندي عاود بالليل بنفس الهضره شتا عييت يعني الا بقيت معاهم هكاك يعني نتزير معاهم غيبقاو غير يعني يقدر يقتلوه ولا يقتلوا شي واحد اخر من العائله يعني يبقاو هكاك يعني شراسي غادي غير غادي انا يعني في الخسران معاهم يعني ما رابح معاهم حتى شي حاجه انا يعني تنخسر انا في عائلتي شي هادي وعائلتي وعائلتي راه ما يمكنش ان الانسان يبقى ديما مغطي ولا تجي تقول لهم شنو كاين يعني اي حاجه توقع لهم ديك الساعه يقول لك انت هو السبب ما بغيتش ندوي كاع نهائيا يعني في ذاك الموضوع. المهم اخويا بدر شتا عيش قلت راه رجع يعني ما عندك فين غتمشي رجع لنفس الخدمه ودابا تخيل معايا انك غترجع وتيبغيو ينتقموا منك درجه بدرجه وخا رجعتي تيبغيو يندموا كاع على داكشي اللي درتي من قبل حيت من قبل ما قدروش عليك بالقران وبالوضوء وبالتحصين مورا ما كنقولو دابا تندوي معاك اخويا بدر باش نترعد يعني حتى الا ما قدرتش نكمل المهم بديت معاهم جديد رجعت من جديد نفس الخدمه ما وليش قدام ليش اخويا بدر شحال يعني شحال يعني من دوك الملوك الكبار تيخرجوا عندك بالتحديد ودوك الكبار راه عرفتي واخا يكون بنادم يعني شادين ديال بصح راه تيتسناوها الغفله من بنادم يعني راه واخا تكون انت شي حاجه راه كيتسناو منك الغفله يعني تزقل مشيتي. رجعت للخدمه ديالي من جديد تنخدم شي عندك هذا تخدم له شي عندك هذا تخدم له يعني صافي قلت انا الا بقيت معاهم هكا ولا ولد اختي بخير يعني ما بقاش يعني ولي يدير سكانير ولا رجعت معاهم ولا بخير قلت صافي هادو ما غاديش يتفكوا معايا غادي نبقى هكا تنشوف فين نوصل معاهم. المهم بقيت خدام يوم قدا هذا تنخدم العاده ونخدم العاده المهم تنبينش راسي انا يعني بزاف اكثر يا تنبين راسي البنادم براني يكون هكا شي واحد
عرفتي عندي ناس براني نا يعني ماشي ما تنخدمش كاع تنخدم غير باش نغطي على داكشي اللي شندير انا ما خاصنيش فلوس انا اي حاجه بغيت راه عندي فلوس عندي يعني بزاف د الحوايج موفرين وانا بديت خدام وملي تنصيفط حتى شي خادم من دوك القدام وما هم وتيمشي التاكسي اللي خدمت له داك السي حتى يمشي عند راقي وتيخرج داك الخادم يعني من الخدام ديالي يخرج وتيوريه البلاصه ديال السحر تيتهز داك السحر كيتفسخ ما كيبقاش كيرجع عندي داك الخادم كيرجع عندي كنوصل معاه حتى للمحكمه ديال الجن وكيتقتل كيتعدم قدامي اخويا بدر كيفاش هو كيفاش هاد القضيه ما فهمتش دابا كنتخدم مثلا خدمت لشي واحد سحر تصيفط خادم داك هو اللي تيخدم داك السحر مثلا سحر تفريق ولا يعني داك الخادم تيمشي لداك الانسان اللي انت مصيفطو ليه تيتسكن تيتسكن تيولو عنده مشاكل بزاف د الحوايج يعني داك الشيء اللي خدمتي ليه انت مورا ما كيشوف راسو راه مسكون تيمشي عند الراقي تيدير الرقيه الشرعيه وملي تيخرج داك الجين الاسرار ديال ديال ديالك انت الخدمه ديالك وتيخرج الاسرار وتيوريه البلاصه السحر وتيتهز داك السحر وتيتفسخ تيرجع عندك داك الخادم دوك الخدام يقدر يسلم والشيطان ما كيسلمش يعني كاين بعض الرقاه تيقول له الشيطان صافي غنسلم اشهد ان لا اله الا الله صافي تيقول راه شهد صافي راه دخل الاسلام ما كيدخلش راه الشيطان راه ما عمره ما كيدخل الاسلام يعني الشيطان ما بغاش الالاف ديال البشر ما بغاش يفهموا راه الشيطان ما كيسلمش راه يكذب عليك الكذب الا قال لك شي واحد راه تيسلم الشيطان الجين تيسلم ولكن واحد الجين اللي قوي درجات عفاريت تيكون قوي تي الا سلم ما كيقتلوش الاخرين الا كان ضعيف تيقتلوه الا سلم تيقتلوه يعني ما غيخليوهش تينحيوه والاعدام ملي تيجي عندي داك الخادم تيرجع يعني خرج على يد شي راقي هكا وتيوريه دوك الاسرار كاملين تيرجع يعني كتوصل مع المحكمه هاد الجين كتوصل مع المحكمه هاد الجين وكيتعدم قدامك حيت ما وفاش بداكشي اللي قلت لي انت يعني هما تيوريوك داكشي اللي كتشوفو بعينيك باش تيلا درتي انت هكاك راه يوقع لك نفس المشكل فهمتي يعني هما مثلا غيدمروك هما تيعطيوك داك الجين فاش عدمو فديك المحكمه كيديروا يعدمو كما صافي كتوصل معاه للمحكمه كي محكمه بحال دخلتي للمحكمه ماشي بحال المحكمه ديالنا حنايا المهم المحكمه ديالهم ويكونوا فيها القضاة الملوك ديال الجين يعني حاكمينها الملوك ديال الجين كتدخل وتيدخل معاك داك الخادم كتمشي معاه المهم الطقوس اللي كدير كتوصل لديك البلاصه المهم داكشي كامل كدير كتوصل لديك البلاصه شنو دار يعني عطى اسرار هما ما غيبغيوش ان داك الجين يعطي اسرار للانس علاش حيت الشيطان صيفطو من فصيله الشياطين يعني الشياطين الغرض المهم غرضهم انهم يعني البشر ما يدخلش الجنه كاع نهائيا هما تيعدموه قدامك تيعدموه قدامك اعدام اعدام ماشي تيدخل الحبس والاعدام كيتقتل كيتضرب بالسيف مشى له الراس صافي تيطيروا له الراس قدامك انت كتشوف فيه هذا خادم شحال قتلش دوك القدام هكاك يعني كتصيفطو كيرجع راه كتوصل معاك تيقتلوه كيكون شي واحد هكا مسكون من الخدام الضعاف ديال شي سحارة تيكون خدام مالك من الجين ولا جوج ملوك وكيجي عندك شي واحد هكا مسكون تيقول لك انا راه خص جيت عندك انا راه مسكون راه كدا هادي وهادي كتصيفط الملوك ديالك كتحطهم في الباب كيخرج داك الخادم ديال الجن ما عندوش فين غيخرج تيرجعوه كتقتلو كيقتلو هما وكيتحتم روح نتايا حيت نتا هو السبب المهم بحال المهم هادشي اللي تنقول لك راه شي حاجه ديال الخيال يعني تيقتلو المهم كيتحسب عليك روح حتى هو يقدر يجي واحد النهار غيسلم وغيدخل الاسلام وغيولي حتى هو من المسلمين حيت الله قال لك خلق الانسان والجن للعباده لا غير هو يقدر يعني حتى هو يقدر يدخل الاسلام يعني انت كتدي ديال الروح انك قتل شي روح بقيت خدام هكاك خدمه ديال السحر ما كاينه السحر صافي عارف راسي انايا غادي
سميتو بواحد الطريق ما مزيانش، ولكن ما عندك فين فين غتهرب يعني، واخا تبغي تهرب فين غتهرب يعني؟ غتهرب غيعاودو لك نفس المشكل اللي وقع في الاول، يقتلو لك عائلتك ولا يدمروك ولا يديروك شي حاجه بحال ما هكا يعني. انت كتفكر بزاف د الحوايج، وهما راه شكل يعني، هما راه ما فيهمش الرحمه نهائيا. يلا يقدر يقتلوا لك امك باك، يقدر انت تحماقني براسك، انت غيحمقوك. المهم بزاف ديال 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 الحوايج غيوقعوا لك. والناس اللي تيقراو هادشي ديال شمس المعارف واشياء، شوف شمس المعارف اللي تيقرا ما ننصحش بنادم هكا يقرا، ولا اللي تيحضر ديك الجنيه اللي تيقولوا في محل في الدار هكا وشي يقول له سدي الباب دقي الباب ورينا شي اشارة، هذاك الشيء كله شوف داك الشيء تيلعبوا بالنار بالنار، شي يقدر في اي لحظه غيتسكن، ويلا تسكن راه يعني ما عندكش فين غتهرب، واخا توصل معاهم هذوك الشيء الا تسكن شي هكاك، واخا دير رقيه تشعيا راه ما يدي من الراقي لا حق ولا باطل، حيت كيتجدد له السحر، الجن تيدير لك السحر، الجن تيسحرك باش انك واخا تمشي عند الراقي راه غيعاود غيسحرك. يعني ما يمكنش انت تمشي عند الراقي وصافي غتولي بخير، راه واخا تمشي عند الراقي كاين اللي كيمشي عند الراقي تيخرج منه جن وتيقول ليه صافي راه ملي تيولي عاودي يطيح ولا يوقعوا له مشاكل، تيقول لك هذاك الراقي راه ما فيدوش، راه ماشي الراقي اللي ما فيدوش، راه هو راسو راه ما فيدوش، تمو راه ما كيدير الرقيه ما كيتبعش دوك الشروط اللي تيقول ليه الراقي، يعني كيتجدد له السحر، والجن تيتقوى من السحر، شحال ما كتجدد في السحر كيتقوى يعني، راه ما يخرجش من الجسد شحال انت يعني الوسخ. وكاين اللي تياكل السحر يعني السحر الماكول راه ما كيخرجش منه حيت كيكون مخبي تحت داك السحر، ولا اللي تيربي الاطفال راه تيتخبى الجن من تحت داك الوسخ ديال الاطفال، راه واخا يقرا الراقي تيعيا، راه القران ما كيدخلش الوسخ تما كيتخبى الجن، حتى كيسالي الفقي القرايه ديالو سميتو اللي تيدير الرقيه وشي تمشي للدار وكيولي عاود نفس المشكل، راه كيتخبى الاطفال ياك ابسط الحوايج. مثلا نعطي شي حوايج اللي صعب يعني وقع لي شي حاجه انا ولكن ما كيهمنيش، المهم هو ان تنشوف بزاف ديال الدراري هكا يعني تيقراو في هاد الكتب هادشي، ما ننصحش شي واحد يقراهم حيت راه صعيب، الا دخلتي في العالم راه غتشوف شي حوايج اللي عمرك شفتيهم وغدمر ديال بصح، وما غايقدروش على دوك الحوايج اللي غيبغي يخرج وما غايلقاش الحل راسو باش يخرج، يعني غيبقى حياته كامله هكاك تيموت. وهادشي اللي كاين اخويا باطر، المهم مره اخرى ما بقيتش نكمل حيت كاينين بزاف د الحوايج باغي نقولهم، ولكن ما يعني من الصباح تندوي وين حسيتي بصوتي راه من الصباح وانا ما بغيتش يطلع شي واحد فيهم. اذا حد الان مازال لك شي حاجه نخليوها دابا الجزء الثاني، نخليوه الجزء الثاني خليها في الحلقه الجايه، الحلقه الجايه ان شاء الله. واخا يا بدر وانا تنبرك باش ما يطلعش، واخا نخليوها الحلقه الجايه ان شاء الله تكملنا الجزء الثاني ان شاء الله. غادي نكملوا وغادي نحاول انني نكملوا بهم هما وغيطلعوا غيدويو هما بالصوص ماشي صوصي انايا، وباش يتيق الشيء اللي قلت لك راه يقدر. انا تنقول لك اخويا بدر انا معايا حاليا معايا الدري ها هو جبتو معايا، قلت معايا في بيت حنا بوحديتنا، هو عارف كل شيء يعني نبغي نحضرهم كنت نحضرهم، راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه عليا. ولكن كيفاش واحد يعني كيفاش القضيه ديال غيهضروا هما نطلع واحد فيهم غيدوي يعني من فمي انايا غيدوي هو يعني بصوصي انايا، ولكن بصوص ماشي ديالي انايا وغيدوي معاك وسولو ديك الساعات هو غيجاوبك على بزاف ديال الحوايج يعني واحد من الخدام غنطلعو غيدوي. ما نقدرش نديرها دابا، ما شنقول لك ما قادرش يعني الجزء الثاني نقدر ان شاء الله، ما عنديش المهم الا بغيتي كاع يعني كون كان شي قريب غنجي عندك حتى للبلاصه فين كدير اللايف وغنجيب شي واحد من صحابي ولا جيب انت شي واحد وغنطلع فيه جن وغيدوي من فمه هو ملي سالي غنقول ليه هبط غير هبط وغيدوي معاك، تقول لي واش حسيتي بشي حاجه يقول لك ما حسيتش والو، يعني من ابسط الحوايج داك الشيء راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه، يكون ما موديش راه ساهل ان الجن طلع فيه الجن وتهبط الجن دخل فيه جيش كاع. اذا انا متشوق للجزء الثاني قبل ما يجي، انا متشوق ليك.
ان شاء الله خويا فاطمه. الله يحفظك اخويا وتنشكرك بزاف لانك شاركتي معنا. تكون عبره للشباب والناس كاملين. شوف اكثر يا البنات ما تلبسيش داك اللباس هكاك وتخرجي، راه شحال من واحد من وحده تنشوفها هكا مع يعني في علاقه غير شرعيه مع واحد الانسان ما فيه ما يتشاف وهي زوينه، راه داك الشيء راه ماشي زعما راه عاجبك. بلا خاطرك بلا خاطرك اختي، راه واش غنقول لك والله الا نفرتك وقتها صاحبي القس الجزء الثاني تقول فقط يجي صراحه بس خينا شبيك بغينا نكمل القصه النهايه. نعم اخويا انا يعني علاش قلت لك الجزء الثاني غيكون غنطلع وغيدوي، حيت شحال من واحد غيدير في كومونتير انا واخا ما قلتش السميه ديال البلاصه اللي ساكن فيها، كاين اللي غيقول لك هادشي راه غير قصه ولا كذوب ولا، انا شنقول لك الدليل اخويا بدر، ويعني هما يعني كاينين الدراري صحابي اللي عارفين كل شيء يعني هما راه عارفين اللي كاين يعني بالدليل، باش بنادم يقول لك راه كذبت عليك، انا بغيت نعطي الدليل لبنادم باش ما يمشيش في هذا الطريق، راه شنقول لك واخا شي حاجه اللي يوم يعودون بعد غد، بعد غد ان شاء الله. ان شاء الله الا خدرت اخويا بدر مرحبا ان شاء الله. شكرا لك محمد لانك شاركتي معنا القصه ديالك.